تجدر الإشارة أن هذا الشهيد سقط في ميدان الشرف في منطقة أهل قادة واحد ببلدية رأس عين عميروش بدائرة عكاظ على إثر اشتباك وقع بهذه المنطقة التاريخية في سنة 1957. من كينا مطلعينه انقطع لنا في النص. هادو المراود هادو على جهة والقاشوش على جهة. طلعنا جهة وعاودنا هودنا له هذيك الطرفه عاود طلعناه وقبرناه ثم بعد على ذاك الفيض بعد زوج ميت ولا زوج ونص ولا هكذا ربي يعلم. فضل الشهيد معلوم في القرآن الكريم أنه قال رب العالمين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وهم جوار النبيين والصديقين والصالحين يوم القيامة وأنهم كما قال رب العالمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وهذا جانب من جوانب حياتهم أنهم لا زلنا نجتمع بفضلهم بعد فضل الله سبحانه تبارك وتعالى جل في علاه.